الشيخ مرسي دلوقتي انا ملاحظة ان في قضايا نفس السيناريو بتاع الرئيس مبارك بيتعاد للشيخ مرسي. طيب احنا عايزين، انتوا بتقولوا الشيخ مرسي تخابر، عايزين نسمع الفيديوهات على الهوا، عايزين نشوف ايه الاثبات والدليل. ما يرضيش ربنا ان احنا نتهم ناس بريئة. ايوه هو هرب من السجن الشيخ مرسي، ايوه هم مشتركين بعض ناس في قتل المتظاهرين، لكن احنا عايزين بقى دلوقتي نعرف ايه لازمته المحاكمات دي، والناس اللي اتحكم عليهم بالاعدام وهم براء، احكموا على اللي قتل، احكموا على الناس اللي قتلت الضباط الشرطه والجيش، ما تحكموش كده عشوائي يا رجال القضاء، ما تحكموش على الناس كده عشوائي يا رجال القضاء. نسيتوا الرئيس مبارك؟ الرئيس مبارك ما عملش فيكم معروف؟ نسيتوا الرئيس محمد حسني مبارك رئيس مصر؟ كيف تعملوا الكلام ده؟ لمصلحة مين؟ مين اللي بيوصي على الرئيس مبارك كل شوية يصدر حكم ضده هو وأولاده؟ حسني مبارك رئيس مصر بريء من كل ما نسب له، وأنا مش موافقة، أنا مش موافقة على هذا الكلام ومش راضية.